خصيم والله اللي ما بياكل. الله يجبر بخاطرك عمي. ربي يسلم دياتك عمي ابو ظافر. والله يا جماعه الخير شو متمني زور الجزيره اهل الخيرات. والله بتشرفنا عمي، واحسن شيء تجي بالربيع هنيك بتكون الارض جنه. عمي شو بدك بالجزيره؟ انتو تعال عندنا على حوران وبنحطكم بين عيوننا. يا عمي بس تتركن وتوصلوا لبلادكم رح زور الجزيره وزور حوران. بتكرموا بتكرموا بيت. هلا يلا يلا عمي خير. شوفي بالحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي قوم معي ابو قاسم. قوم معي. سمعوا انت وساعتك الله يخليك تضلوا مع الشباب. لا تطلعوا. انا راح عم يلا ابو قاسم. يلا 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 فكروا لك الكل. ولا هذا اللي اسمه ابو عصام اللي عامل لي فيها وطني. دوز كلامك ابو ضاي احسن ما اقطع لك لسانك. ها انت ابنه معتز مايك؟ انت اللي عواطلي طول نهارك وبالليل عامل لي فيها ابو ضاي غصب عنك ولا؟ انا مالك انا مالك روي اللي لك ابني. بالمختصر بالمختصر عندك شو بدك؟ بدي ابو عصام. ابو عصام اللي حرمني من شوفة ابي وطلع بوراعه من المشفى. وايك عمي بدي اقطعه بايدي هون بنص حارة اللي عامل لي فيها زعيم. اهدى قلنا مين ابوك رح تفهم شو الحكايه. انا عملت تحصين الدوماني واسمي هلال والندل ابو عصام طلع بوراق ابي. لك تطلع 60 ندل. انا ابو عصام ولا واك واك ولك قسما بالله لو مالك دايس بساطه لنساويك فرشه يا وطي. ما حدا منكم بيتدخل. ها انا بدي هذا الندل ابو صرمايه. تطلع 60 ندل. الله يخليكم لا حدا يطلع. شكلي علقانه برا علقه كبيره. ها لك شو بدك يا انا ما نطلع فوق اللي سووه معنا اهل الحاره. بدك يا انا ما نطلع. لا شو هالحكي اللي بتحكي يا سمعوا. لك يا عمي الله يوفقك بجوز الفرنساوي يكون برا ان شاء الله لا حدا يتحرك. الله اكبر. معقول يا رجال؟ معقول نضل هيك؟ معلوم ما رح تضلوا. يلا روحوا. انا رح اروح. جانو بضلوا معك عدنان. انت ما قدرت تمشي وفوق هيش ما بنعرف شو رح يصير. راح تروحوا اثنين هدكم بعدين شو رح يصير لي. هاي زعتر معي. يلا تحركوا. يلا يلا تحركوا. يسر يا رجال يسر. No!
ولا صوت ها؟ ولا صوت؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، خليني يطلع شوف فيك ما بصير. إن شاء الله عمي. لك عمي هيك ما بصير. إن شاء الله عمي أبو عصام، هدول مستقصدينك لك أنت. لا قوة إلا بالله. صلي على النبي عمي أبو عصام، روق عمي روق. ولا زعيمكم؟ أنا؟ لك يا باطل. خلص خلص ما. باطل بيحضر أبو جودة تقول له بيخلص. اسمع أهلاً. بدي أسمع صوتك ولا بحرف. فهمان؟ لا سيدي، بدي أحكي. أنا ما أجيت على هاي الحارة لحتى أخربها وأضرب رجال هدول اللي واقفين وراك مثل الحريمات. خلاص بليه. أنا أجيت مشان سلمة واحد بس، هو أبو عصام، بس هن تدخلوا وحاولوا يدافعوا عنه أما كانوا نصيبه. لا أنت شبتك منه؟ لك شو شبتي منه؟ حرمني من شافة أبي، حرمني من جنازة أبي، زور وراء أبي طلع فيهم من المشفى وعاونته وحرمته العوايمية. ومثل ما بتعرف أبو جدد، حرمته كانت ضابطة فرنسية. ولك ما فشلنا، ما فشلنا كل. أخرس. خلصنا ما نحتل شباب. عاشتك عاب. أنت دخنتها. صار لي كذا يوم وأنا ساكت عنك. قول معلش. بلكي بيتربى، بلكي بينع. أنت صاهر ما عم تقنع. تفضل أحكي أبو جودة. نورنا لسوف أحكي. لا يعلى صوتك. ما بدي أشرك غسيلك هلا مو وقتها. بعدين بنحكي. اسمع هلال. أنا يعني ما راح أعمل لك مشكلة هلا، مقدر وضعك ومقدر ظرفك، بس بدي لك يا أوعك تجيب سيرة المرحومة مرت أبو عصام. الشغلة الثانية بدك تنفذ هلا وبالحال، تاخذ رجالك تطلع برات الحارة، تحرك. أنا ماني طالع من هون لحتى يجي حدا من الكبارية يحكي معي وياخذ لي حقي. لك ابني شو حقك؟ بدي إياكم تحاسبوه لأبو عصام وتسألوه ليش هيك عمل معي؟ مو حرام؟ ولك شو بدك انت؟ بدك تحاسبه على شو بدك تحاسبه؟ على اللي عمله سيدي، على اللي عمله. لك يا امي قصور الشر وتعال نقعد النظافه ونحكي، بلكي انت غلطان، لك هذا الفرنساوي عم يشتغل فينا. لا تواخذني شيخي، الفرنساوي ما عم يشتغل فينا، نحن عم نشتغل ببعضنا. ليكو ابو عصام، الفرنساوي قال له يصور وراء ابي ويطلع فيهم من المشفى؟ شو؟ هلال اسمع بقى، كلمه واحده ما في غيرها، خذ رجالك واطلع برات الحاره. ابو جودات تفضل يا مسافر. من بعد اذنك بدي احكي كلمتين. ايه احكي تكلم عيونك. يا هلال انت شو عرفك انه ابو عصام طلع باوراق مزوره؟ هيك قالوا لنا بالسجن العسكري. ايوه، وهلا شو بدك؟ بدي اخذ حقي من ابو عصام وبدي اعرف وينه ابي. مو هو اللي طلع باوراق ابي؟ لك ابي وين ابي؟ روق لك ابني وهدي وخلينا نحكي. اسمعوا كلياتكم، اذا بدكم كف بلاي عنكم بتعطوني ابو عصام. ماشي ماشي، بس خلينا نحكي وبتسمع من تم ابو عصام. عمي انا لا بدي اقعد ولا بدي احكي. وحد الله يا رجال شبك. خلاصته مثل ما عملكم، انا هيك بدي وبتخبروا له هذا الندل. ايوه ده المرو. خلصنا معك. ايه حرك حرك حرك. شو صد عصام؟ سيد عزة افندي، وين السيد الوالد ابو عصام؟ ما بعرف ابو جوده، ما بعرف. ليفي لك وين كنت انت؟ وينك هلا؟ شباب حشروني بالشاميه. اذا هن حشروك انت بتنحشر. شو يا النبي خالي؟ سمع مادة تانية. خلصنا انت وياه، طالما انفضت المشكله نحن ما عاد لنا شغل. السلام عليكم. مع السلامه. الله يستر. حاضر سيدي. حرك حرك. شرفوا يا جماعه، شرفوا على المضافه نحكي لنا كلمتين. شرفوا لنشوف. شو يا جماعة؟ لك مالي فيها القصة، زلمة ما بعرفه من أصله، عم يقطش والحش من عنده، من عنده من راسه عم يحكي. لكن أنا طالع بورقة مزورة. طيب احكي لنا أنت شلون طلعت؟ أبو عصام طلع فيني هون، احكي لنا شلون طلعت. الحارة قايمة قاعدة، كل واحد عم يحكي على كيفه، بدنا نعرف شلون بنحلها. يا أخي احكي لنا شلون طلعت. شبنا أبو عصام احكي. والله خجلان تحكي. مرتي الله يرحمها هي اللي طلعتني. ليش مرتك مو ممرضة؟ شلون تقدر تطلع؟ طلعتني. شلون؟ شلون طلعتها؟ بدك تحكي هلا، لأنه سود وشنا وطربشت الحارة مشانك. خالي روي. أعطيني نصك أنت ها، لا تخلي خلي يطلع عليك. أبو قاسم روي بقى. شو بنا؟ شو بنا؟ ما بني شي، لك ما بني شي، بس أحكي لك أحكي. انتفق قلب العالم وهي ناطرتك لحتى تحكي، وانت ما كنت تحكي ولا تتنفس. عمل احكي عمل احكي.
تفضل احكي. هاي سكتنا وهي خلصنا. قلت لكم مرتي اللي طلعتني. شلون؟ قربتني من المستشفى. ايوه. وشلون بقى قربتها وانت ضعفان ومو قادران تتحرك؟ لما صحيت قربتني. لما صحيت. ايوه. معناتها الحكي اللي حكالته من ضان وهلال صح. انت يا مرتك عوانية وطالع عتاب، يا مزور وراق وطلعت. لك الله يخزيك مثل ما خزيتنا قدام اهل الحارات، الله يخزيك. لك الله لا يسامحك. لك فهموا انه كانت مرتك عوانية، طلعت محل واحد وحرمته من اهله. لك انت شو انت ها؟ لك ما عاد فرقت معك بشيء؟ لك انت شو فهمني؟ لك ما عدنا نعرف ناخذ منك كلمة حق. أبو عصام احكي، حرمتك مو كانت عوينية؟ أبو عصام، ألا صحيح مرتك كانت تشتغل مع الفرنساوية؟ بس دابيت دابت ابو حاتم دابت. ايوه دابت. وليش ما حكيت؟ لك ليش ما قلت لي الي على الاقل؟ لك انا صاحبك، ليش ما قلت لي؟ شوف ابو حاتم، مرتي رحمه الله عليها كان ما في شيء بالحال. فقيره ومعتره وعارفه حالها. مشان هيك اشتغلت عند منهم بالمشافي ممرضه. قال دير بالها علي وقت كنت هنيك انا. ليل نهار صبح ومساء الله وكيلك ما تركتني. لما شافوها هيك عم تحنحن علي داروا حاموا حواليها لحتى هيك بنشغلوها معه طنبروها. اشتغلت معه بس بعدين تابت. تقية حكت لي هذا الحكي بعض مثل سانة الله وكيلك تابت. يعني يا بي ناديا كانت عوايتي؟ الله يسامحك يا بي، الله يسامحك. كسر ظهرنا بالحرب. الله يسامحك. انت بتعرفه لهذا هلال؟ اي والله بعرفه، بس وين شافوه هذا هلال؟ مش عارف اتذكر وين هو. يعني اسمه هلال؟ ايه اخي اسمه هلال، بس وين شافوه والله ما قادر اتذكر. اهدى محمود، اهدى وحاول تتذكر. اهدى يا محمود، ان شاء الله بعدها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين شافوه يا محمود؟ وين؟ ابو قاسم انت قشيت بالحكي كثير على ابو عصام. صحيح هو غلط ما اختلفنا، ايه بس ما بدك كل هالحكي يعني. لك شلون ما بدك هالحكي يا ابو حاتم؟ شلون؟ لك خربت الحاره من وراه. بعدين قصة هاي الوراق وطلعت بوراق مزورة وواحد ميت هاي لحالة بكوم، بس انه تطلع مرته عوينية وتشتغل مع الفرنساوي هاي كوم تاني. لقوا فوق منها يفوتها على الحارة. ايه لا هاي كبيرة. بس يا ابو قاسم قال انها تابت وان الله تواب رحيم. ابو عصام ما راح يكذب علينا لانه ما بنعرفه الا انسان صادق، ومن يوم يومنا عم ناخد منه الصدق. ما هذا اللي مجنني انه ما حكالنا. بعدين وين هرب؟ ليش ما واجهوا الاهلال؟ شبنا ابو قاسم، ما سمعت انه قال انه قاعود وظافر انه هنن اللي خايفين عليه وهنن اللي خبوه؟ هلا انا هذا الحكي كله ما بيهمني. في شغله بدي اعملها ابو عصام قدام اهل الحاره كلها. وشو هي؟ بده يخلص حاله من تهمه هذا هلال ويطلع صادق قدام الكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. شلون يعني بده يخلص حاله ويطلع صادق قدام الكل؟ ما بعرف، يدبر راسه. يا سيدي اجيب لي اوراق الرسميه اللي طلع فيها. ها بهي معك حق ابو قاسم، لازم يجيب الوراق الرسمية مشان نخلص من عيلورا. وبالنسبة لحرمته يا جماعة، الله سبحانه وتعالى تاب عليها وإن الله غفور رحيم.
وهيك بنطوي كل القصة. أنا موافق، وأنت يا أبو حاتم؟ موافق. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو ظافر وأبو قاسم، بعد إذنكم الكوماندان بيحكي معكم بالمخفر. قوم أبو قاسم. يلا. أي نادية. أي. وهي بالقصدي معها وطاطها. السلام عليكم. لازم الناس كلها بي تعرف، كل الناس خصوصي أهل الحارة كمان. بس كل هذا والله العظيم ما بيهمني أبي. أنا بيهمني بس أنتوا لازم تعرفوا. مو بس لازم تعرفوا، لازم تصدقوا. نادى كانت من زمان تشتغل مع الفرنساوي. إيه أبي كانت مضطرة بدها تعيش، لقيت حالة معهم. بس إيش عد ربي علي ما أزت حدا، لأن اللي شفته، لأن اللي صار لي علمه ما أزت حدا، لا من أولادين البلد ولا حتى من أهل الحارة. بس ما كنت مضطر إنك تتجوزها يا أبي، ما كنت مضطر. هذا اللي صار، هذا اللي صار يا أبي. إذا نحن صدقنا هذا الحكي، الناس شو بدها تصدق؟ شلون؟ عصام؟ شباب؟ ليش هيك عم تحكي مع أبوك؟ نسيان إنه أبوك؟ عم يحكي مظبوط أبي. عصام عم يحكي مظبوط. الناس بدها تسأل أبي. الناس لازم تصدق. كيف بدها تصدق؟ لازم تعرف. عم يحكي مظبوط. أوكي أبي، بس الناس كلياتها بتعرفك. وبتعرفك وبصمت لك بالعشرة يا أبي. تعرفني بس ما بتصدقني. لتصدقني لازم تعرف، لازم تعرف كل اللي صار معي. لازم تعرفه بالحرف الواحد. أنا من شان هيك إجيت مسيو، إجيت بشان لكم إنه لازم تشوفوا زعيم حارة. زعيم يدير باله على الحارة ويحل مشاكلها ويشوف همومها. هاي الشغلة بتخصنا كومندان، وزعيم حارتنا موجود. أبو قاسم، زعيم حارتكن ماله موجود، هذا واحد. اثنين، إذا هاد يلي اسمه هلال قدم شكوى، نحن مضطرين نحط أبو عصام بالسجن. بس كرمالك وكرمال أبو ظافر وكرمال ناديا، نحن ما حطينا أبو عصام بالسجن. هلا أنت متأكد إنه أبو عصام مزور وراء الميت؟ أبو قاسم، هاي شغلتنا، ونحن منعرف شلون الأمور بتمشي. لهيك جو ريبيت برجع وبكرر، نحن مشان ناديا ومشانكم ما حطينا أبو عصام بالسجن. بس إذا طلع هلال وقدم شكوى، نحن علينا نطبق قانون وأبو عصام يدخل سجن. لذلك لازم أنتوا تدوروا على زعيم يحل أمور حارة. شوف جناب الكوماندان، مشاكل الحارة منحلها، ومشكلة هلال كمان بتنحل، ومشكلة نادي الله يرحمها حرمته لأبو عصام مع بتنتسل. حلو حلو أبو ظافر. أبو ظافر بيحل مشكلة حارة بكل بساطة. معلوم، لأنه نحن بالحارة أهل وأخوات وعيلة واحدة، وكل مشاكلنا منحلها ببساطة. أوكي طيب أبو ظافر، بس أنتوا المشكلة عندكم بالحارة بزعيمة. أنتوا لازم يكون عندكم زعيم سمعته طيبة. أنا ما بعرف ليش أنتوا متمسكين بأبو عصام، ما بعرف. نحن متمسكين فيه لأنه هذا الأمر بيننا وبين أبو عصام وبين أهل الحارة. وإذا كان أهل الحارة ما بده أبو عصام يكون زعيمة، ساعتها بنحكي وبين بعضنا. فهمك كفاية يا جناب الكومندان. بس أنا بدي منك شغلة من بعد إذنك، تقول لأبو جودات يشغل مخه شوي ويشغل عناصره، لأنه لو كانوا مثل الخلق ما كان صار الخراب اللي صار بالحارة.
أبو زافخ، أنا حابب كتير تيجي تزورني عندي بالمكتب، نشرب فنجان قهوة وبنحكي سوا. قول إن شاء الله. صباحات خير، اللهم اجعله خير. وينه؟ وينه ابو عصام؟ شو بدك منه؟ وينه ابوك عدي؟ عم اقول لك شو بدك منه؟ روح نادي له روح. انا مالي حكي معكم. لا سيدي الك حكي، وش كان عندك حكي هلا احكي، يا اما يلا هوينا. اي اخر مره رح اقول لك يا روح نادي له لابوك، داري مع ابوك لحاله. روح. اسمع يا هلال، كساب الصلاه على النبي واهدى ولا تضوج. اللهم صل على محمد. قلت لكم اني راجع. وينه بعصاه؟ ها يكو شرف لبضاي. اسمعي يا هلال، نحن كنا جايين لعندك على دوما مشان نحكي معك نخلص من هالقصة كلها وتتصالحوا انت وعمك ابو عصام، فبتحب تفوت لعنا وتروق ونحكي كلمتين؟ ولا يا ابني تحاط الشر بين عيونك حتى نعرف نجاوبك. لك شو بدي احكي معه هذا؟ انا شو بدي احكي لك يا ابني؟ انا حكيت كلمتين. الله يرضى عليك ويرحم ابوك، لا تردني. الله تلطف فينا وانتهت بخناقه، واللي خسر رزقه هذاك اليوم الله هو الرزاق وهو اللي بيعوضه. انت زلمي كل الحق معك وحقك عنا. شرف. خير هو عمي؟ اوعى خير. شوفي عمي شوفي. اهلين ابو ظافر، جيت بوقتك. شوفي شيخي، شرف لنحكي. شرف تفضل. شوف ابني، انا عندي هالكلمتين وما عندي غيرهم، بدي اياك تسمعهم وتفهمهم كثير منيحه. قول لنشوف. قول. أبوك رحمة الله عليه أنا لا بعرفه ولا بعمري شفته ولا شيء، واللي صار تبع التزوير وما تزوير كلاته ملعوب بملعوب. هي مالت شي جديد؟ اللي بعرفه إنك طلعت بوراء أبي. لك ابني أنت بتعرفني شيء؟ سائل عني شيء؟ لا ما بيهمني. اللي بيهمني أبي، أبي اللي حرمتني من شوفته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا ابني الله يرضى عليك، وحياة الله العظيم، وحياة الله العظيم، وحياة الله العظيم. لا شفت ابوك ولا بعرفه منيح هيك؟ شيخي هذا هو الحكي اللي جايين نسمعه؟ هلا روق هلال، روقنا الله يرضى عليك. طالما ابو عصام ما قتل ابوك مالك عنده حق. انا معمول انه ابو عصام هو اللي قتل ابوي. انا بعرف انه ابي مات موتة ربه، بس اللي بعرفه انه ابو عصام حرمني من شوفة ابي، حرمني من اني ادفنه. انتو بتعرفوا انه الفرنساوي ما بيغسل الميت لما بيدفنه؟ يا جماعه لك انا قبر ابي ما بعرفه، ما شفته بحياتي. لا حول ولا قوه الا بالله. بس عمي انت بتصدق الفرنساوي ولا اولاد بلدك؟ لا اكيد اولاد بلدي. وانت عيني لك ابني، الفرنساوي ورا هالمشكله هاي. نحن هلا قاعدين هون وما رح نطلع من هون الا بعد ما تتصالحوا انت وعمك ابو عصام. هذا الحكي زيد العقل. وقديش بدك مصاري تكرم؟ شو مصاري ما مصاري؟ روق عمي هلال، الله يرضى عليك. انت نشمي وزقرت وبتفهم. غلط وصار، وابوك الله يرحمه مات موتة ربه. بقى الله يخلي لي اياك، خلينا نفرط القصة ونموتها بأرضها. وقد ما بدك تكرم عينك، أخي بنعتبرها دية الشر اللي بدنا نكسره. ما فيها شيء لك ابني، هو جبران خاطر. يا سيدي اعتبر اللي راح تطلبه هو هدية منا لك. ماشي. خليني أشوف أهليتي وبعدين برد لكم خبر. يا ابني ما رح تطلع من هون إلا وانت رضيان، مشان نكسر الشر والفتنة والدم. خلاص شيخي خلاص، اعتبر الشر انكسر. أنا رجال وقد كلمتي. الله يبارك فيك يا ابني. إذا طلعت انت اللي عاملها روح الله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة. وإذا طلعوا مخربطين مثل ما قلت لي ما في شي بيني وبينك. بس انت طالع بوراء ابي مشان تعرف. ها ايه علينا، خلصنا بقى. لا تي 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 وحد الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماشي، أنا بشاور أهليتي وبرد لكم خبر. السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك. شو هو عصام؟ الحمد لله هاي انحلت المشكلة. لك والله يا جماعة لا بعرف أقول ما عمري شفته، هاي بالله العظيم حلفت. إن شاء الله بتنقض على خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عم بيقولوا إنه رح يعطونا مصاري. رح نشوف لوين رح نوصل معه. سؤال. أهلين عمي أبو ظافر. أهلين عمي هلال. معيتك تشرف لعندي على البايكن نشرب لنا كاسة شاي. شرفي إني حبيتك يا عمي أبو ظافر. ومالك علي يمين أنا بالأكتر. الواجب أعزمك لعندي على البيت. بس عندي شوية شغل بالبايكن شرف. كل محلاتكم خير وبركة عمي شرف. أصيل فضل. شو؟ شو شو؟ وانت شو كنت تشتغل عمي هلال؟ على باب الله عمي ابو ظافر، على باب الله، يعني بعدتي لمشين هيك شيء. شو عليه؟ شو عليه؟ الرجال ما بيعيبه شغله، القدع والمعدل والزقرد هو اللي بيكسب رزقه على جبينه. ايه والله يا عمي ابو ظافر، الشغل مو عيب، بس شغلة ابو عصام ما عم تفوت براسي لا بميزان ولا بأبان. لا ايه بسيطة، بسيطة هلال، مو مستاهلة شباب. لا عمي ابو ظافر، ابو عصام هو زعيم الحارة وكبيرة؟ ايه هو. بس انا اللي شايفه انه مو ماين على شيء. بشرفي، بشرفي ها، انت اللي لازم تكون زعيم هي الحارة وكبيرة. الله بحي اصلا. يا سيدي الزعامة مو بالقعدة بصدر المطافي. عم يا ابو ظافر بدك الدغري، انا بدي بقلك اللي بقلبي. بقلك عمي، بق وريح ولا يهمك. عمي ابو عصام طلع بوراق ابي وحرمته هي اللي ساعدته بالوراق، وانا ما فيني احكي شيء. الله يرحمها تيسرت لعند ربها، شو بدي احكي؟ يعني انت هيك حاسس الموضوع لك هلال؟ ما في كلام. ايه هيك الشغله. معنى الكلام انه لازم تاخذ حقك يا هلال. ما لك علي يمين يا عمي ابو ظافر، انا كنت بدي افضحهم، بس كرامه هالشوارب والناس الطيبين اللي شروا احسانك سكتت اخرست. عمي ابو ظافر من الاخير بدي اياك تزبط لي اياها، نحن جماعه درويش وعلى باب الله. اخي شو بتجيب لي منهم؟ انا رضيان. بس انت كمان لا تكف عنه مغيره كثير، خليك وراه وراه، يعني ضل طل عليه. لك علي انصب له خيمه قدام باب بيته، منيحه؟ لك لا مو تنصب له خيمه، الشغله ما بدها خيمه، عم اقول لك بس طل عليه. واذا لا سمح الله خاوز معك تعال خبرني. امرك عمي الظافر. امسيك عمي هلال. هدول قرشين بتفتحوا فيهم عزل المرحوم. الله يطول بعمرك ويكثر خيرك، بشرفي انك انت من اهل الخير. وان شاء الله انا بركض انا اليومين ثلاثه بجي وباخذ بالخاطر. بتشرفنا عمي ابو ظافر، بس بصراحه انا بدي ابعت الاهل على حلب، بدنا نفتح عزهنيك. ايه؟ الله يجعلك خاتمه الاحسان. الله يكرمك تعيش، ممنونك عمي ابو ظافر. السلام عليكم. الله معك. الله معك. يا جد يا بشوكان، حبيت المراية ها؟ ترى. ايه والله. تذكر لما مطيت عليها وكسرت المراية انا. يا اهل الحارة! يا اهل الحارة! يا اهل الحارة! يا اهل الحارة تعالوا! تعالوا! حالكم كلمتين اسمعوهم منيح. امبارح احترقت دكانة ابو عصام وسمعوا نادى على اهل الحارة مشان تجي تساعد وتطفي. كل اللي يجوا ما بيطلعوا عاد ايد الوحدة هيك، خمسة ما يجوا. لك مو هاي حارة الضبع، مو هاي حارة الضبع. اللي بتشوف الحريقة بتنسى وبتطنش وبتروح بتنام وبتقول يلا اللي صار صار. لك يا حيف، لك يا حيف عليكم، ولك يا حيف علينا كلياتا. اللي منطلش على هيك شغلة ما منمد ايدنا ومنساعد. لك هذا ابو عصام، لك هذا جارنا واخونا ما منساعده. لك وين عايشين انتو؟ لك وين عايشين؟ لك ليش عايشين انتو؟ شو هالاشي هاي؟ ليش عايشين هاي؟ لك ليش ها؟ كلها مشان شو؟ مشان شغلة صارت بين يوم وليلة ورح تنحل، ونحن رح نحلها وقادرين نحلها. يا حيف عليكم، يا حيف. We'll be right back.
تعال يخود. أنا قد يعني مشاور عليك وجاي بدها 5000 ليرة هيك من كل عليك. إيه عمي إيه. مو كثار 5000 هلا. صلي على النبي يا ظافير. اللهم صلي على الحبيب محمد. خدنا بحلمك عمي. اشرح لي والله 5000 ليش هي؟ الدية عمي الدية. ليش دية؟ شو أنا قلت لك أبوك الله يرحمه بالغلط حتى بدك دية؟ لك شو نسيت إنك زورت وراء أبي؟ أمنتوا بالله على النهار. اسمع هلال. دية ما في. مصاري و5000 ما في. مشوار بسيط طرقه على المستشفى العسكري هنيك روح سأل مين زور وراء أبوك الله يرحم أبوك الله يرضى عليك غير هيك ما عندي. بس لرشان ما بترجع بكلامه أبو عصام؟ أخس يا عيب الشوم نحن بعمرنا ما لاحظنا كلامنا لك لا الله يرضى عليك ودير بالك على حكيك انت دايس بصادة. شو شايفك أويا؟ شو عدمه بدا أبو عصام؟ طب لسانك هلال طب لسانك احسن لك انت دايس بصادنا مو معتز يرضى عليك روقه نحن بدنا نحل المشكله. ليش غيرت رايك يا ابو عصام؟ لانه رايي غلط بالاصل بظافير انا ليش عم باخذ وبعطيه معه مالي فهمان؟ تارو مو عندي تارك عنده فرنساوي يا ابي عنده فرنساوي فهم هي بس انت اللي زورت له راح حدا زور الله يرضى عليك لا تغلط ايوه ما حدا زور حتسمعها هلا او بكره او بعد 100 سنه اللي زور هو الفرنساوي وشعر المستشفى روح اتطحص وتاكد هذا حكي ثاني ويكون بعلمك ابو عصام هذا الحكي رح تدفع حقه انت وعن الحاره كلهم. ابو ضاي انت قلت لنا انك من دوما. ايه من دوما ابن تحسين دوماني خير. ايه بس انا امبارح كنت بدوما وسالت عنك. نحن نقلنا من دوما. ولوين نقلتوا سيدي؟ على حلب سيدي على حلب لعند بيت جدي. ايه خير ان شاء الله خير. وهلا شو؟ شو سمعت لك ابي شو سمعت؟ الله يرضى عليك يا هلال. وجع الراس ما منيح لا لنا ولا لك ايوه تارك لو عنا من عيني ايوه بالهي تارك مو عنا والله معك ايه مثل ما بتكون بس هذا الحكي رح تدفعوا حقه ايدك وما تعطي داويتو يا اسلام داويتو
هالفلن يحرقون الدم يحرقونا يا رب. ولي على الأرض ولي على طول راح انخرب بيتنا يا بشير. ولي على الأرض ولي على الحيلة والسنين راح روحي ونرشي لك روحي. أخوك استبعد الله لا يقشع خير ولا يوفقه إلهي يا رب. انخرب بيتنا روحي انقلعي يا رب. تلطف فينا يا الله يا رب. تهيلك عفوك يا الله يا رب. يا دفع البلاء ادفع البلاء عنا يا رب. دعوة شو عم يصير لك بوليس؟ احترقت الحارة؟ لك يا والله لك ليك شو صار؟ لك روح 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 ننفض بريشنا اما تطلع براسنا. روح امشي عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. خير يا جماعة الخير. الباب محروق، القهوة محروقة. إذا أهل حرس اليهود عاملين هيك، نحن حاضرين لكل شيء. والله يا أبو النار. عمي، شغلة الكوران، شرع الكهرباء إجانا من ناحية الباشون شيت الباب، باب الحارة. هلا الكوران بيساوي كل شيء. يا لطيف. مثل ما قال لك أبو عصام، هاي شغلة كوران. كتر خيرك، كتر خيرك يا أبو النار، لهفتك علينا رح نشيلها على راسنا. واجبنا يا أبو ظافر، واجبنا والله. هذا أقل من الواجب حتى. أبرد ما تفهم. بعد ما أنت أنا ما بحكي مع أولاد رشاحي لك أبلا. لك حكيني لألي. حط عينك بعيني وحكي معي. روح على حارة قل والله معك. شكلكم ما عم تفهموا أنتوا. أنتوا عم تحكوا مع موريس. ساعد يا أبونا. مين موريس يا عمي؟ بدل قصر يا أسرق. شو مين موريس؟ شو مين موريس؟ شو مين موريس؟ شو مين موريس؟ شكل. فارس. يا شعب الحارة يا أهل الحارة لك شعب الطور يا أهل الحارة يا أهل الحارة شعتها يا أهل الحارة الحاولي شعب الطور يا لطيف 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 شعتها تعال على شوي بعد يجب شعتها شوي بعد يجب طول بالك مين أوصل مين أوصل يا شعتها انت زوطه ولا انت رب موسى مو انا خلاص ولك كسام انت ده هو ده يا عبيد مو هو يا جد فشك من برا من برا ايه والله يا ابو يا مجودات في واحد عم بيقوص من برا صابه لسعتها يمول يلا يا شباب يلا عبد الكان يلا عبد الكان جابي متى هو يلا متى هو شو يا شباب يلا على مهلك يلا على مهلك رشتو امرك سيدي هاتو حاضر سيدي والله مو انا والله ما دخلني يا سيدي والله ما كان معي غير شبريه يا سيدي هيك مره يمشي الحال ان شاء الله تقصر بشوي مره يمشي حبيبي هي بدها مستشفى والله مو موريس اللي وصلني عنه ابي لا تحكي الله يرضى عليك انت اسكت هلا خليك مرتاح لا بدي احكي ابي بدي احكي لك ابي لا تحكي الله يرضى عليك عمي ابو عصام اسرش لك خليني احكي احكي شو بدك تقول لك ابي قول قول اسمعوني يا جماعه اسمعوني انا سرقت اسكت زعتر اسكت لا اكيد لا بدي بدي احكي هلا وقت اني احكي عم اقول لك اسكت مو وقت هلا لا تحكي شيء انا اللي كنت انزل على بيوتكم واسرى انا اللي نزلت على بيتك يا بشير سرقت سوارة مرتك
بس يشهد الله علي ما انكشفت الحريم بنوب. زعتر خلصنا خلص خلص. وهات الزلمه وهات الزلمه يا جماعه كان سبب. كان سبب توبتي وهدايتي لوجه الله تعالى. الله يجزيك الخير يا عقيد، الله يجزيك الخير. خذ بشير، خذ اي سوارة مرتك. سامحني بوس، سامحوني سامحوني سامحني يا بشير، سامحني بوس رجلك، سامحوني كلياتكم بوس رجليكم وايديكم. والله كنت فوت على بيوتكم مشان اكل. ما كان في بيت ياويني. رجعت تضغط؟ وين كنت مبارين؟ بالبيت وين بدي كون؟ إذا ما عندي شغلة اشتغلها خليني روح لقيت رزقي معلين. لقيت رزقك؟ اللي بيسمعك بيفكر الشغل عندك مقطع بعضه. ما طول عمرك عواطلي وقاعد بالسوق عم استنى حدا يعتل عليك. شو عدا ما بدا صار عندك شغل وأرزاق. مو هيك قصدي معلين، مو هيك. صراحة أنا عم مل. المعتز وزعتر الله يرحمه. انت شو عرفك انه زعتر انقتل؟ سمعت وانا جاي بالحارة سمعت يعني. ايوه. ليش انت لما بتجي على البايكة بتجي من طريق الحارة؟ لا لا سمعت من برا لبرا يعني. وين كنت مباري بالليل؟ قلنا لك بالبيت معلم. مش كان الشغلة اللي ببالي طلعت مزبوطة؟ والله لا خليك تندم على اليوم اللي ولدت فيه. شو اللي ببالك معلم؟ قلي. أتذكر. ايه وانا شو اعمل هلا؟ لا تعمل شيء لك هلال، كلمتين وربطة طاهر. شغلك عندي خلاص 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 أمرك. يا أهبل أنا قلت لك تقتل موريس مو تقتل حدا تاني. بعدين قلت لك أي فعل بتعمله تروح تقطع 10 أيام ترجع، مو بعد 3 أيام تجيني منبس. خلاص في ناس طالعة فايتة، بركي حدا شافك. شبك؟ ما بعرف شو بدي لك، بس أنا حسيت إنه 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 بظافر كشفني. كشفك؟ شلون كشفك؟ ما بعرف، حسيت من حكيه إنه كشفني. أبو ظافر واحد داهي وما رح يقبل على حاله إنه يشتغل مع واحد أولا. هو هيك بيفكر. دير بالك على حالك. شو بيقدر يعمل يعني؟ والله ما بعرف. عادة أهل البلد إذا اكتشفوا إن الواحد عوايني شو بيعملوا؟ بيقتلوا. برافو عليك. لكن دير بالك على حالك. شلون يعني دير بالي على حالي سيدي؟ يعني أنا شو أعمل هلا؟ روح على الحارة ولا لا؟ هلا بتروح بتغطل لك شهر زمان وبتبقى بتحاكيني لنشوف شو بدنا نساوي. فهمت؟ روح.
انتوا اثنين روحوا من حاره الفرن، وانتوا اثنين روحوا من حاره القهوه على السريع. ما بعرف شو بيساوي. لا سلامتك لك، سلامتك لك ضيع ضيع. تعال شوف تعال. بدك تبني شوي شباشير درب. هي شبشونه يابسه حطها وبتغليها بتاخذها قبل الاكل. اجى تليفون اليوم على الكركون. بدهم يكسبوا الدوريات بالحاره، الظاهر والله اعلم بدهم يساووا فندق كبير الليله. ايه شو عليه؟ خود بس ما يصير شيء فندق معدتك غادي بالك. أهلاً عمرو بس الله ما له معرفة، وكل الله. كنت يا عبشوم، أهلين وسهلين. السلام عليكم. أهلين وسهلين، أهلين وسهلين. شو بالك نعمل يا بيصام؟ شو بتشور علينا؟ الشور شورك غريب على الباب. كبير كلامك كبير، هاي أهل بلدنا أخي، هاي اللي شربت من ميتها وربيت بنعمتها. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك ابني أنتو شو شاب كله هون، الدنيا عايمة قاعدة برا. أبو حسن روق براس الحارة، شفت لورية تجي بتخبرها بتطير طايرة. ماشي الله محييك. الله محييك. بدنا نسلم حالنا عمي أبو عصام. شو عم تحكي لك ابني؟ عمي نحن ما بدنا نجيب عيلة الحارة، الحارة فيها أولاد وفيها حريم، نحن الاثنين بدنا نسلم حالنا مشان ما نسبب لكم أذى. لك يا عمي شو عم تحكي أنت؟ نحن نسلمك بإيدنا، دول الفرنساوي؟ لك شباب، إن شاء الله نفكر إنه الفرنساوي مستقصدك إلا، هذا مستقصد البلد كله. لك عمي الله يرضى عليك هون. هذا الضابط الفرنساوي شان بيعرفكم، لا هو ولا عناصره، اللي بيعرفكم هو هلال، ونحن بدنا نكمش هلال. ماشي، نحن بأمركم عمي، وشو بدكم حاضرين؟ جودت مر سيدي، بدي الدوريات شغالة طول الليل. نعم سيدي. أهل الحارة ما لازم يناموا، عم تسمع؟ نعم سيدي. أنا رايح لعند جناب الكومندان وراجع، شوف شغلك. احترامي. دستوم سلوم، سمعتوا جناب الملازم شو حكى؟ دوريات ما بتهدوا طول الليل، ما بدي الحارة تنام. حرك. حاضر سيدي. حرك. انتوا اثنين روحوا من هون، وانت يا ابني قدام دغري، يلا بسرعه. عمي ابو عصام طولت علي. شفت عينك عمي ابو عصام، الدنيا قايمه قاعده برا. هلال وين هلا؟ هلال قاعد مع الدوريه اللي برا، وفي دوريه لسلوم جوا بالحاره. اجت على رجلها، اجت والله جاب عمي. ما صار معي شيء، انت صار معك شيء؟ ما صار شيء. مين هذول؟ ما بعرف، يكون الفرارية. واقف عندك، واقف عندك ولاد. شو بدك تعمل هلا سلوم؟ شو بدي اعمل؟ بدنا نروح نلحقهم. لك شو نلحقهم؟ رايحين على الخرابي هدول، احسن شيء نروح نجيب هلال، بلكي طلعوا مو هن. اي والله معك حق. امشي قول له لابو جودة. امشي. احترامي سيدي. شوف يا رجلهم الفرارية سيدي. شو بهو؟ بالخرابة. بالخرابة سيدي، بس احنا ما تأكدنا منهم إذا هن ولا لا، لازم ناخذ هلال معنا مشان نتأكد منهم. ياه، لك شلون ما خطر لي إنه هدول ممكن يتخبوا بالخرابة. لحظة. هلال؟ ايوه، قوم روح معنا الخرابة، وتأكد إيش كان الموجودين فيها، هن الفرارية المطلوبين ولا لا. حاضر سيدي. جانو انا بعرفه منيح. حلو،
يلا شباب وراي. واقف عندك انت ويا ولك. هذا هو جانو وهذا عدنان الفرارية الفطون. سيدي الفطون وقتو الله وقعكم. نخ عامل فيها قبضاي ما هيك؟ شو؟ الله يعطيهم العافية رجال. شعو هلال يا بي. اي والله ميت اهلي سيد هلال. اي والله اشرقت الانوار. وينك؟ طولت الغيبة علينا ما طولت. اخص عليك يا عويني اخص. خلينا نخلص من الدورية احسن ما يسوي لنا عي وجع راس. وهذا الندل سلوم كمان خليه يرجع لاهله. والله ما عاد عيدها اصلا. انا بدي اترك الدرك كله. راح تنقلع على بيتك. حتنقلع على بيتك وبكره منشوف. بكره بيبان كذبك من صدقك. داخل على عرضكم يا رجال. داخل على عرضكم. عبدو مرني عم يا بعصار. هي انت وظافر خلوا الشباب هدول بمعيدكم بالمضافي لنبت بامروا الاهلال. اعتبروا صاروا هنيك ما في كلام. يلا خاطر بشير شوفوا شغلكم. براك رامي. يلا يلا من هون. براك الدامي. يلا براك. يلا ابو حسن خليك وراي. حرك حرك امشي امشي بهون امشي. هات لشوف مين اللي دافشك علي. رد على ابو عصام يا واطي. مين اللي دافشك؟ رد كومندان. ولك ليش؟ لك شو غايته؟ غاية انه ينزع سمعته ابو عصام. وزعتر ليش قتلته؟ احكي ليش قتلته ولا؟ حتى اخلق الفتنة بينكم وبين حارة اليهود. وانت اللي حرقت الحارة ما هيك؟ ايه. لك ليش كل هالشي؟ ليش؟ ليش؟ فهمني ليش؟ طمعوني بالمصاري. طمعوك بالمصاري؟ مشان المصاري قلت لي. ايه مشان المصاري. مشان المصاري؟ مشان المصاري بتبيع اهلك وبلدك وناسك لك واطي؟ يا حيف يا حيف. يا جماعة أنا زلمي معتر على بابا. والله طمعوني بالمصاري والشيطان هيك أغواني ورضي. لك يخرب بيتك من حالك. يخرب بيتك من قامتك. ولك إذا كل فقير فكر متك ما بيصفى خير لا بالبلاد ولا بالعباد. خلص علي يا بي. طولوا بالكم يا جماعة. شو تخلص علي؟ هذا الواطي لازم يصير عبرة لكل الواطين اللي مثله. يلا يا بي يلا يلا تحرك. وملا يا واطي شو على ولد ترولك اللي بتحرك بوصل. والله بوصل يا واطي. شو على ولد تسال مستدسك يا ندعي واطي. هلدو بوصل. حط المسدس من ايدك. فلزع ملك ولك. حط المسدس من ايدك حاجة ملاش الحا. ولا بوصل ولا بوصل. والله لدوقك الموت مثل ما دوقته لغيرك يا واطي. ولك انا غريمك ولا تريك يا بي. تركوا العصام. انا غريمك اوصلك اليك. لا يا بي لا. لك عمي عمي تريك عصام واللي بدك يا بيصير. ما بدي غير هالكلب يا بي. يا بي. ولا قوة إلا بالله. الله يغفر له. قوم أخي عصام دفنوه والله يسامحه.
مجهودات كاسكيليا